هسألك سؤال وهديك جايزة إذا جاوبت عليه. الزيت بتاع المكنة إذا زيت التروس عمل لي حركة حركتين ممكن أكبه طوال والأمور تمشي طيبة؟ تمشي هاي مانو، ما في عطل للمكنة. إلا يكون في عطل في المكنة، زيت ما عنده مشكلة. يعني زيت المكنة ممكن يشتغل بتروس؟ بتروس هاي مانو. يشتغل بزيت القر عادي برضه. والله قد أنا ما بتأكد منه، لكن ممكن يشتغل بزيت التروس إذا كان كنت في حويقة له يعني. كنت مقطوع ممكن تستعبل. لكن زيت المكنة ما بيشتغل قر. ما بيشتغل، أنا تقيل. ما بيشتغل. طيب ما ممكن أجيب لي زيت خفيف ليه أشغله؟ ممكن تلخبطه لكن كده برا ما بيشتغل، انا تقيل في المكنه ما يرفع زيت فوق ال... اصلا هاي ما يرفع. جربت انت الحاجه دي؟ ما جربتها لكن حاجه معروفه يعني انه زيت التروس ده تقيل، ما زيت تقيل ما زي المكنه، المكنه بيجي خفيف شويه انا بيرفع الزيت اللي فوق في المكنه. يعني ناسي زيت المكنه ده ما ممكن اقبه للجير اذا حسيت انه انا ماشي في الشارع ال ما بتاع شيء تقبه اليوم ما بيشتغل هاي بيشتغل عادي هاي هاي لكن في المكنه ما بيشتغل بتاع الجير في المكنه ما بيشتغل ما بيشتغل هاي لكن بتاع المكنه بيشتغل في الجير. نعم الله يديك العافية. الله يخليك. أهلا بكل السادة المشاهدين في كل مكان بيتابعونا عبر شاشة قناة النيل الأزرق، وبنتواصل معكم في برنامجنا وبرنامجكم الزيت شنو. نحن من موقف حفلات، ما شاء الله فيه حفلات كبيرة جدا جدا، نتعرب بواحد من سايقي الحفلات. مرحبا بك، نتعرف بك. مرحبا عبد الباقي علي خلف الله. كيفك يا عبد الباقي؟ مرحبا بك، الله يديك العافية. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب. رمضان كريم عليك. الله أكرم. كيف أمورك؟ الحمد لله رب العالمين. سايق لك كم سنة؟ والله يا اقل حاجه يكون 35 سنه. ما شاء الله. ما شاء الله بعمرنا كله نحن الشباب ديل. الحمد لله الحمد لله 35 سنه كده. طيب انا حاسالك سؤال ما عايز تجاوب عليه. مرحبا. الزيت بتاع المكنه ممكن استخدمه لزير الجير؟ لا ما ممكن. ليه؟ لانه هو زيت كله. لا ما زيت، لانه ده الجير ده دروس بتختلف عن المكنه. ممكن المكنه تكون زيت ديزل يكون 50، الجير ممكن يكون اقل لانه تروس خفيفه. لجرا بوكس بيختلف، او يكون التروس كبيره ياخذ زيت 90 اللي هو بيسمى زيت تروس. طيب ما ممكن اجيب لك زيت مكنه خفيفه احط لك مكنه التروس؟ ما ينفع ما ينفع ما ينفع، لانه السائل بتاعه بيكون ضعيف في لف التروس، يعني ممكن تصوت التروس عليك يعمل صوت الجرا بوكس. طيب الثقافه العامه عندنا انه مرات مشي بقول لك ياخذ زيت. ما ينفع، ده ما هلاك للسياره وهلاك للعربيه ودخان الماكينه وتلوث البيئه كله يحصل. لكن قاعد تحصل حاجه بيحصل اي اعطال. مشي امورك. يقول لك مشي امورك يا اخي مشي يا اخي، لكن بتحصل اعطال طبعا. انت ادي لها الحاجه الحقيقيه يعني، عشان انت ذاتك عربيتك تكون ماخذ راحتها وانت ماخذ راحتك. صحيح. انت من الصباح اول حاجه بتعمل شنو الحفله؟ والله من اول حصه معي للاساتذه دي بقيس الهواء بتاعها اكد منها، ودائما تقيسها في البرود ما في السخانه، لما تكون هي مسخنه وتجي تقيس، تكون هي بردت تقيس، تجي تجرب مقاس الزيت تتاكد من زيتك تمام، تشوف المويه بعد ذاك تدور عربيتك تاخذ راحتها، تعيل لما الزيت لما طبلون تاكدت تمام تاخذ حزامك تطلع. تسلم يا غالي اديك العافيه، نشوف الاجابه الصحيحه من المختص ونرجع نتواصل معك. مرحبا. الاجابه لا، انه زيت الماكينه فيها اضافات كيميائيه لمقاومه الحراره العاليه الناتجه من الاحتراق، مخلفات الاحتراق، الحركه التردديه والدائريه. زيوت الجير فيها زيوت فيها اضافات بتسهل انزلاق التروس على بعضها البعض، فدي بتختلف اختلاف تام عن الزيوت بتاعت الماكينه. عشان كده احنا ما ممكن نكب زيوت الجير في الماكينه او العكس، الا في تطبيقات خاصه مثلا في التراكترات الزراعيه، ودنيا احنا هسه ما المجال الحديث عن ذكرها هسه حاليا. لكن فيما يختص السيارات والمركبات والشاحنات ما ممكن نستخدم زيوت الترانسميشن او الجير في الماكينه وهو العكس. بالنسبه لتقسيمات اي بي اي زي ما ذكرنا قبل كده اللي هي امريكان بتروليوم انستيتيوت اي بي اي، قسم زيوت الماكينه في حاله البنزين اي بي اي اس، وفي حاله ماكينه الديزل اي بي اي سي. اما في التروس عنده مواصفات مختلفه، مثلا في الجير اليدوي بنقول اي بي اي جي ال 4 جي ال 5 كذا. في الاوتوماتيك عندنا مواصفه ديكسرون، بنقول ديكسرون 3 ديكسرون 4 ديكسرون 5 ديكسرون 6 كذا. فكده هي المواصفات بتختلف من 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 نوع بتاع ترانسميشن لنوع ترانسميشن، من جير لماكينه، فحاجه مختلفه تماما.